إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء ولا من ضواحي مدينة الدار البيضاء، مطار محمد الخامس. هو اللحظة ديال الخروج، أول طائرة ديال الحجاج، يعني بعد ما قاموا بالفريضة، يعني الله يتقبل لهم كاملين، الله يحفظهم كاملين أكيد. ففرحة ديال كل عائلة هنا بالعودة ديال الحجاج متابعينا الكرام أكيد. يعني كل عائلات صغير وكبير الكل في استقبال يعني الحجاج، والدينا واكيد جدودنا وكل واحد اللي عنده شي واحد في عائلته، يعني اب ولا ام، الله يسهل عليهم ان شاء الله حتى يمشيو يعني لهذا المكان اللي اكيد كلنا بقى الحلم ديالنا اننا نمشيو ليه ان شاء الله، ونديو حتى والدينا اكيد. اذا متابعينا الكرام، من مطار محمد الخامس ما نساوش كذلك يعني نترحموا على الناس اللي توفوا تما اكيد، حجاج ديالنا والدينا اللي يعني وفاتهم المنيه تماك، وهذه يعني هذه بشره خير اكيد بالنسبه للاهالي ديالهم، خاصهم ياخذوها بحال ما هكا، دي بشره خير ان شاء الله. اي واحد كيبغي يعني توفى المنيه تما، اي واحد، والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. متابعينا الكرام، دائما من مطار محمد الخامس اكيد غادي ناخذوا، غادي نستقيو لكم بعض من يعني ردود افعال الحجاج بعد ما وصلوا بخير وعلى خير ان شاء الله. متابعينا الكرام، يعني لحظات قليله وغادي يبدا الخروج ديال الحجاج، وهنا كيف ما كتشاهدوا معايا العديد من العائلات في انتظار يعني العائلات ديالهم. يعني لحظات قليلة متابعينا الكرام وغادي يبدا نزول يعني ولا خروج حجاج من مطار محمد الخامس، واللي يعني كاينه ترتيبات كبيره يعني لكل الحجاج اللي عاد غادي يوصلوا ان شاء الله. يعني مشكورين الناس ديال مطار محمد الخامس على الترتيبات ديالهم واللي كيقوموا بها اكيد متابعينا الكرام. خويا صوان شحيات انا ما عرفتش.